نروح لاحد اللاعبين اللي كنا بنتكلم عليهم دلوقتي، احد اللعيبه الرجاله اللي محسن يعني الحقيقه، وكلنا بنتمنى له الشفاء ونتمنى له يرجع، وان شاء الله يرجع احسن من الاول. وهو راجل يعني نحسبه على خير لانه دايما مؤمن مصاب. معانا عبد الحليم عبو، سنتر بلوك الفريق ومنتخب مصر، ويمكن احسن سنتر بلوك او من احسن سناتر بلوك في افريقيا. اهلا بيك عبد الحليم. كابتن هيثم، الف مليون سلام عليك يا حبيبي، وربنا يشفيك. وطمنا عليك، اخبارك ايه؟ والله الحمد لله كابتن هيثم، الله يخليك. طبعا والحمد لله يعني كل خير، يعني مش حاسس لو اتصبت بصراحه يعني، بس يلا هو قدر كده يعني، بيقولوا ان انت اتصبت خلاص اتصبت الحمد لله خلاص. الحمد لله الحمد لله. طيب الاول الف مبروك، يعني مكسب السوبر المصري وبطوله عربيه دي حاجه جميله جدا، وانت اللي كان دور ليك دور كبير، ويمكن قبل الاصابه انت كنت ما شاء الله عامل فورمه جيده، قدر الله ما شاء فعل. خلاص احنا مؤمنين وعارفين ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بيكتب الخير. الف مبروك. طمني بقى عليك، انت بدات ايه في رحله العلاج؟ والله بس الاول كده طبعا سلام للرائد جمعه، مش الكابتن جمعه طبعا الحسيني، طبعا برضو مبروك على البطوله، وانتم ناس يعني تستاهلوا كل خير. الحمد لله رحله العلاج، انا طبعا الكابتن جمعه قبل ما اعمل العمليه قلت له كابتن جمعه انا مش عايز بكتفي، كتفي ما فيهوش حاجه. ايه بيحرك كتفه عادي خالص، بيقول لي انا مش حاسس بحاجه. عايز تلعب؟ ها لا ما فيش حاجه فعلا، انا يعني انا لعبت الماتش وخلصت الشوط الثالث، فقلت الدكتور سامح في شد في كتفي بسيط كده فيه، فبص كده قال ان عضله الباي ساقطه، فقال لي لا اقف كده ولازم تعمل اشعه. عملت اشعه وطلع ان في قطع في عضله الباي. انت لعبت وهي مقطوعه؟ انا خلصت الشوط الاخير، هو كان في شد فيها ومش حاسس بحاجه يعني، وانا ما كنت مش حسيتش بالم ولا قلت اي ولا الكلام ده كله، انا قلت له لا مش قادر في شد هنا، هو بيبص لان عضله الباي ساقطه شويه، قال لي لا ده في مشكله. ايه ده؟ الله اكبر عليك، ده ايه ده؟ يعني كملت المباراه وحاسس بشد صغير؟ وانا في الشوط الثالث كابتن هيثم شدت يعني شد اللي هو شد عادي، شد عادي في اي وقت. دكتور سامح ظلام بيبص عليك، لا العضله الباي ساقطه، لا في فراغ هنا. فانا قلت من الشوط ده، قلت له الكابتن يا دكتور سامح انا مش هقدر اكمل الشوط الرابع لان ايه في شد، فانا ممكن ايه اقصر فمش هكمل، بص عضله الباي كده، قال لي لا ستوب. الله اكبر عليك يا عبو، الرجوله يعني ده مش غريب عليك. طب هو ايدك اليمين ولا ايدك اليمين الباي مش مشكله. اليمين جاي لك في اليمين صح؟ في اليمين. طب انت عملت العمليه يا عبو؟ الحمد لله. عملت عمليه وريتني ما عملتها. ليه بس؟ الم كده. ما هو لازم يا حبيبي الم، مش هينفع تلعب من غير عضله مقطوعه يا عبو حبيبي، دي عضله مقطوعه مش ده الوتر. ده وتر كمان، الوتر يعني دي لازم. انا قلت للدكتور يا دكتور انا كويس ما فيش حاجه، انا هطلع بعد ما اعمل عمليه كويس، الله هتطلع كويس. فدخلت العمليه لقيت اوجاع كده وشويه الم، قلت له ينفع كده يعني تطلع لي بوجع؟ لا العب وهي مقطوعه احسن. لا ما ينفعش يا عبو، انت طبعا لعيب راجل وعايز تلعب، بس طبعا سلامتك دي اهم، وخلي بالك العلاج الطبيعي ان شاء الله. يعني هم قالوا لك علاج طبيعي قد ايه دكتور سامح ظلام قال لك؟ لا هو الدكتور بس قال لي فيها هتطول شويه كده عشان احنا مثبتين الوتر شويه، هيجيب فتره بتاع شهرين كده تثبيت، او اقل يعني عشان يلقم اسابيع عشان يلقم، وبعد كده هنبدا نعمل تحركات نجيب الرينج بتاع الكتف كامل، وبعد كده نخش تقويات، ويعني حتى يعني قال ممكن تطول معانا شويه حلوين يعني. قلت له مش مشكله. لا ان شاء الله يعني بتعود على كده يعني. بص انت راجل مؤمن، وشوف يعني كلنا لينا حسابات وربنا سبحانه وتعالى ليه حسابات، يعني ممكن الدكاتره بتقول لك على الفيل سيف او الحاجه الامان بتوقيتات معينه، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى ليه تدابير ثانيه تلتئم بسرعه وتنزل بسرعه. انت راجل مؤمن وعارف يا عبو، ما انا مش هقول لك. ما انا لحد وقتنا هذا انا لسه لغايه دلوقتي مش مصدق ان انا يعني عندي اصابه في كتفي، لان كانت مشاكل كلها في ركبتي، فانا كنت مركز قوي على ركبتي. عرفت الام الركبه طبعا، والتاهيل بتاعها بيبقى صعب شويه. طب ما انت ممكن تاخد الفتره، ممكن تاخد استنى بس، ممكن تاخد الفتره دي ان انت تعد ركبتك كمان كويس. ما ان شاء الله باذن الله، بس اعدي الثلاث اسابيع دوت على خير، وهبدا باذن الله فتره اعداد كويسه كده مع نفسي كده، فوق وتحت وكتف وكل حاجه يعني، ان شاء الله باذن الله يعني حاطط برنامج كويس ليا، في ظل ان انا كمان يعني ان الواحد خلاص بقى 34 سنه، بقى 33 داخل 34. لسه صغير يا كابتن. لا معلش لسه صغير، ما تقعدش تقول لي 34، الله اكبر عبد الله وصلاح اهو. انا ما هو كل واحد فوق يعني، واحد صحي واحد حبيبي كده كان عبد اللطيف عثمان كان سنتر بلوك معانا، كان قال لي معلومه كده، انا في ناس باخد منها معلومات بحطها في دماغي مش بنساها. ايه بقى؟ قال لي كل مثلا ما تكبر مثلا يعني انت 33 سنه، طول ما انت مثلا هتبقى 34 سنه السنه الجايه لازم تزود التمرين التوقيت بتاعتك اكتر. صح.
صح. ولازم تزود وتاخد بالك من الجيم اكتر والريكفري اكتر عشان تديك اكتر في الملعب. صح كلامه 100% يا عثمان صح. هي دي حاجات دي انا يعني خد بقى خد الثلاث اربع شهور خد الثلاث اربع شهور اللي جايين دول فرصه وقوي نفسك وهترجع وحش يا عيب. وانا بقول لك ان شاء الله لا باذن الله هترجع وحش وحش وهفكرك وزي الحسين كده بشاور لي في الكاميرا ماشي. لا لا الحسين يعني شخصيه محترمه ونضيفه بصراحه والكابتن جمعه ده حبيبي يعني وان شاء الله كده ربنا يوفقهم في اللي جاي نفسي اكون معاهم يعني بس يلا بس ان شاء الله موجود معاهم في النهايه دي انت معاهم وخدت نصيب الاسد النهارده الكل بيدعي لك وان شاء الله تخف وترجع بالسلامه يا عبد الحليم. الله يخليك كابتن هيثم. عبد الحليم عبو نجم الفريق ومنتخب مصر وسنتر بلوك النادي الاهلي ومنتخب مصر بشكرك شكرا جزيلا.